تشير الحقائق العلمية إلى أن الضحك مفيد للقلب، كما أنه يقلل التوتر ويعزز صحة جهاز المناعة. لذلك نقدم لكم بعض الحقائق التي يراها البعض مضحكة بينما يجدها الآخرون مجرد حقائق غريبة ولا طرافة فيها. بعض الأشخاص يحبون رائحة الوقود وينجذبون إليها ويعتقدون أن ذلك أمر غريب، ولكن في الواقع فإن رائحة وقود السيارات لها تأثير على مركز المتعة في العقل، ولذلك فإن العديد من الأشخاص قد يستمتعوا بها. إن حالة الشك تصيب كل الناس عدا الأغبياء فقط. قد يؤدي قلة النوم إلى جعلك تضحك بشكل غريب على أشياء تبدو عادية ولا تستدعي الضحك أبدا. الرقم 5 في اللغة التايلاندية ينطق ها، والأرقام 555 تنطق ها ها ها. الناس الذين ينامون على ظهورهم معرضين بعشر مرات أكثر من غيرهم لرؤية الكوابيس في منامهم. إن الموز يحتوي على مادة تساعد على الضحك. في عام 2006 حاول أحد الأشخاص ببيع دولة نيوزيلندا على موقع إيباي، ووصل السعر $3,000 قبل أن يحذفه الموقع. يترجم معجون الأسنان جولجيت في الإسبانية إلى أشنق نفسك. لون الحبر الأزرق قد يساعدك على التركيز وحفظ الكلام أكثر. في عام 2015 توفي عدد كبير من ضحايا التقاط صور السيلفي أكثر من الذين توفوا بسبب هجمات القرش. أغلب الأشخاص لا يستطيعون التكلم إذا كانوا ينظرون إلى شخص معجب به. انتهى عقد اللاعب الشهير رونالدينهو مع شركة كوكاكولا بعد أن ظهر في لقاء صحفي كان يشرب به بيبسي. من المستحيل أن ينظر الخنزير إلى السماء لسبب تركيز الدهون حول عنقه، ولنفس السبب لا يمكن ذبح الخنازير. الحلقة الأخيرة في توم وجيري يقوم الاثنان بالانتحار. أظهرت الدراسات أن شعور الخوف الذي يصيبك في حال فقدانك لجهازك الجوال تشبه حالة الخوف التي تصيبك عند تعرضك إلى حادث أليم. إن آخر ما يموت في الرجل هو قلبه، وآخر ما يموت في المرأة هو لسانها. كلمة أوكي هي أول كلمة قيلت على سطح القمر. دائما ما يكون هناك شخص ما في حياتك قد تشعر برغبتك الشديدة في لكم وجهه مباشرة وبدون سبب مقنع. تم معاملة السجناء في معسكرات الحرب الكندية خلال الحرب العالمية الثانية معاملة حسنة، لدرجة أن الكثير منهم لم يرغبوا في الرحيل عندما انتهت الحرب. الغربان تتذكر وجوه البشر الذين يسيئون إليها. صوت البطة لا يرد الصدى في أي مكان والسبب غير معروف. اجهاد نفسك في التمارين قد يسبب لك زيادة في الوزن. الحياة بدون أصدقاء لها نفس تأثير تدخين 15 سيجارة يوميا على الصحة. بعض الأحيان قد تعلق في ذهنك أغنية معينة تقوم بترديد لحنها طوال اليوم دون معرفة اسمها أو كلماتها. شكرا للمتابعة، الرجاء الاشتراك في القناة لتقديم الأفضل.